يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر الحديث حول موقف المسلم من مسائل الخلاف، وأصبحوا يحتجون على كل مسألة لا يرغبونها فيقولون إن فيها خلافاً، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا المنهج في ذلك، وأن تنشروا مقالاً في الصحف لبيان الموقف المسلم من المسائل الخلافية. نشرنا لكن ما يريدونهم، ما يريدون إلا هواهم، نشرنا ونشر غيرنا. إن مسائل الخلاف ما يفتي فيها إلا العلماء الراسخون في العلم، أما أنصاف المتعلمين والمبتدئين بطلب العلم فلا يدخلون في مسائل الخلاف، هم من حقهم هذا، هذا يرجع فيه إلى العلماء الراسخين في العلم. نعم.